من جانبه أشار رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى وجود حاجة لاستيعاب بأن القوات الأمريكية الموجودة ضمن التحالف الدولي في العراق ليسوا غزاة. الأمريكيين ليسوا غزاة، إنما هم ضيوف، ونحن دعوناهم وينبغي أن يشعروا أنهم بأمان هنا. أعتقد أن العراق بحاجة لاتفاقيات ثنائية مع هذه الدول لمواجهة التحديات القادمة. أعتقد أن التحدي العسكري الذي لداعش قد انتهى، ولكن أعتقد أنه من المهم جدا أن تبقى هذه الجيوش الأمريكية والبريطانية هنا، ولكن ينبغي أن يكون هنالك قواعد جديدة واتفاقيات ثنائية جديدة تحدد أهداف هذه المهام